السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي عزيزاتي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم سوف نتطرق فيه إلى صفحات من كتاب مرشدي في اللغة العربية المستوى الثالث، مجال الوقاية من الأخطار، الوحدة الثالثة، الصفحة 88 89 90 91. وقبل أن نبدأ لا تنسوا الضغط على الزر إعجاب، وإذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهات قناة مريم التعليمية فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد. إذا على بركة الله نبدأ بمرحلة ما قبل القراءة، وسوف نجز تمارين أو أسئلة ألاحظ وأتوقع. إذا السؤال الأول، ماذا يفعل الطفل؟ ما خطورة الفعل الذي يقوم به؟ إذا سنلاحظ الصورة وسوف نقول ما يفعله الطفل وما خطورة ما يفعله. إذا هنا الطفل في الصفحة 89 يشعل النار، الطفل يشعل النار، وهذا أمر لا يجوز فعله، فهو أمر خطير. إذا الطفل يشعل النار، هذا فعل خطير قد يتسبب ذلك في إحراق البيت. الطفل يشعل النار، وهذا فعل خطير قد يتسبب ذلك في إحراق البيت. نمر إلى السؤال الثاني، يحلم الطفل بمهنة عندما يكبر، ما هي؟ يحلم الطفل بمهنة عندما يكبر، ما هي؟ إذا كما تلاحظون في الصورة هنا، فالطفل يحلم أن يصير رجل إطفاء، الطفل يحلم أن يصير رجل إطفاء. إذا يحلم الطفل أن يصبح رجل إطفاء، يحلم الطفل أن يصبح رجل إطفاء. نعم. إذا نمر إلى الصفحة 89. إذا الصفحة 89 هي فقط تكملة النص، فنمر الآن إلى الصفحة 90، قراءة النص وفهمه. أصغي إلى قراءة أستاذي أو أستاذتي، يعني عندما يبدأ الأستاذ في القراءة فيجب أن تصغوا إليه وإلى قراءته لكي تستأنسوا بها. نعم، أقرأ بطلاقة مع أصدقائي وصديقاتي. نعم، سوف نحاول أن نقرأ نحن هذه الجمل. الأب، هل أنت من أشعل النار؟ شعيب، أعتذر عما فعلته، لأني أردت أن ألعب لعبة رجل الإطفاء، فقد اشتعلت النار ونسيتها وذهبت لألعب مع أصدقائي. الأم، يا شعيب، إن رجل الإطفاء يطفئ النار التي أشعلها أناس لا يدركون خطرها ولا يبدأ هو بإشعالها. إذن بعد قراءتنا لهذه الجمل أو الحوار الذي دار بين الأب وشعيب والأم، سوف نبدأ بالسؤال الأول، أضع خطا تحت الكلمة التي لا تنتمي إلى كلمات القائمة. هنا سوف نضع خطا تحت الكلمة التي لا تنتمي إلى كلمات القائمة. لدينا إطفاء، إنذار، إسعاف، انتصار، وإنقاذ. يعني الكلمة الدخيلة هنا هي انتصار، سوف نضع خطا تحتها. السؤال الثاني، أضع الكلمة المناسبة في فراغ كل جملة. لدينا هنا جمع، اجتمع، التلميذ مع زملائه، ثم التلميذ أدواته. إذا هنا اجتمع التلميذ مع زملائه، وجمع التلميذ أدواته، جمع التلميذ أدواته. والجملتين المواليتين يعني لدينا رجعت ثم راجعت، رجعت بمعنى عادت، وراجعت أي مثلا إذا قلنا رجعت دروسها. نعم، فاطمة دروسها، فاطمة إلى بيتها. لدينا راجعت فاطمة دروسها، راجعت فاطمة إلى بيتها. نمر إلى السؤال الموالي. إذا السؤال الثالث يقول، أجد ضد كل كلمة كما في المثال. لدينا هنا أشعل، ضدها أطفأ، يعني ضد الكلمة. استطاع
ضدها عجز استطاع، ضدها عجز أي لم يستطع مثلا فعل شيء. شجاع ضدها جبان، شجاع ضدها جبان. ثم تحب ضدها تكره، استطاع ضدها عجز، شجاع ضدها جبان، ثم تحب ضدها تكره. نمر إلى السؤال الموالي. إذن السؤال الرابع يقول: استعمل الكلمات في جمل، استعمل الكلمات في جمل. أمام، عما، كثيرا، حولها، كان. إذن سوف نستعمل هذه الكلمات في جمل. إذن الجملة الأولى هي: لا ألعب أمام السيارات. لدينا كلمة هنا، لدينا أول كلمة هي أمام. إذن الجملة هي: لا ألعب أمام السيارات. إذن الكلمة الثانية هي عما، عما. إذن الجملة الثانية هي: لا أحدث الغرباء عما يحدث في بيتنا. لا أحدث الغرباء عما يحدث في بيتنا. ونمر إلى تركيب الجملة الثالثة، والكلمة الثالثة هي كثيرا، كثيرا. إذن الجملة الثالثة: أحب أمي وأبي كثيرا. أحب أمي وأبي كثيرا، يعني وضعنا كثيرا في جملة. الكلمة الموالية هي حولها، ثم بقيت لنا لدينا حولها ثم كان. سوف نركبهما في جملة، كل واحدة على حدة. إذن هنا: الحديقة جميلة حولها أزهار كثيرة. الحديقة جميلة حولها أزهار كثيرة. وآخر كلمة كان، كان الحفل رائعا. إذن أعيد قراءة الجمل الخمسة: لا ألعب أمام السيارات، لا أحدث الغرباء عما يحدث في بيتنا، أحب أمي وأبي كثيرا، الحديقة جميلة حولها أزهار كثيرة، كان الحفل رائعا. إذن نمر بذلك إلى الصفحة 91. إذن الصفحة 91، أول سؤال هو: أعين من لم يذكر في القصة. شعيب، أصدقاء شعيب، الأم، الأب، الإخوة، الأستاذة، ورجال الإطفاء. إذن ما لم يذكر في القصة هي الأستاذة. إذن ما ذكر في القصة: شعيب، أصدقاء شعيب، الأم، الأب، الإخوة، ورجال الإطفاء. إذن نمر إلى السؤال الثاني. إذن السؤال الثاني: أضع العلامة في المكان المناسب. كان لشعيب لباس رجل الإطفاء اشتراه له أبوه حين نجح. إذن لا، نسي شعيب النار وذهب يلعب مع أصدقائه. نعم، إذن شعيب نسي النار وذهب يلعب مع أصدقائه. ثم الجملة الثالثة: شبت النار في سطح البيت. شبت النار في سطح البيت. لا، استطاع رجال الإطفاء إطفاء النار. نعم، اعتذر شعيب لوالديه عما فعل. نعم، أنتج جملة أحاكي بها ما يأتي: يملأ سطلا بالماء كي يطفئ النار. يملأ سطلا بالماء كي يطفئ النار. إذن هنا لدينا: تملأ القنينة بالماء كي تسقي الأزهار. تملأ القنينة بالماء كي تسقي الأزهار. إذن سؤال ثاني: أحيط الكلمة التي لا تعوض الكلمة الملونة. عندما، حينما، لكن، حين. إذن سوف نجرب تعويض لما بهذه الكلمات. لما ذهبوا لحال سبيلهم تحدث الأبوان مع شعيب. نعوضها بعندما: عندما ذهبوا لحال سبيلهم تحدث الأبوان مع شعيب. إذن هذه جملة صحيحة. حينما ذهبوا لحال سبيلهم تحدث الأبوان مع شعيب، كذلك صحيحة. لكن ذهبوا لحال سبيلهم تحدث الأبوان مع شعيب. إذن عندما وضعنا لكن أصبحت الجملة غير مفهومة، وبذلك فهي لا تعوض كلمة لما. ثم حين، حين ذهبوا لحال سبيلهم تحدث الأبوان مع شعيب. إذن الكلمة التي لا تعوض لما هي لكن. سؤال ثالث: أكتب كما في المثال.
خرج مسرعا، بكى كثيرا قفزت عاليا. خرج مسرعا بكى كثيرا قفزت عاليا. ورتبوا أحداث القصة مستعملا الأعداد من 1 إلى 6. لدينا هنا: اعتذر شعيب لوالديه، نسي شعيب النار وراح يلعب الكرة، اشتعلت النار في غرفة، أشعل شعيب النار في الورق، أطفأ رجال الإطفاء النار، شعيب يحلم أن يكون رجل إطفاء. إذن أول حدث: شعيب يحلم أن يكون رجل إطفاء. ثاني حدث: أشعل شعيب النار في الورق. وثالث حدث: نسي شعيب النار وراح يلعب. رابع حدث هو: اشتعلت النار في غرفة، اشتعلت النار في غرفة. وخامس حدث: أطفأ رجال الإطفاء النار. وسادسا وأخيرا: اعتذر شعيب لوالديه. إذن نمر إلى آخر سؤال في هذه الصفحة. إذن أكمل المخاطر التي يجب أن نجتنبها حفاظا على سلامتنا: اللعب بالمفرقعات، التقاذف بالحجارة، السباحة في أماكن غير محروسة. التقاذف بالحجارة، السباحة في أماكن غير محروسة. وأنتم يمكنكم أن تكتبوا مخاطر أخرى، يعني لا ترتكزوا على هذه المخاطر التي ذكرت، بل يمكنكم كذلك أن تبحثوا على مخاطر أخرى. وبهذا نكون قد أنهينا الصفحات 88 89 90 و91 لكتاب مرشدي في اللغة العربية المستوى الثالث. ونلتقي مجددا في فيديو جديد. إلى اللقاء.